الشمس طالعة، سبحان الله. هاي، اليوم ثاني يوم لنا في الديرة، فأنا شلت هذه أنا شلتها، باقي أشيل الحف. خليني أقوم أرتب. أنا صحيت أول وحدة، بس أنا قررت أرتب. ليش ما أدري؟ المفروض مو أنا أرتب. بس أوكي. بس كذا صارت نظيفة. طبعا هذه وقت النوم انزلهم، وهذه ما ادري حقت مين، تركتها ليش لا. وبس والله يا جيت احط مرطب سرقين، حبيت. وصلتني هدية مرة حلوة، مرة 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 صدق حلوة. ايش محتواها؟ فتحتها نص. طبعا وصلتني هدية أكل، فهذا حيكون فطوري. طلع حبيت معنا وقت العصر وصار جوعانة. هدية صغيرة، أقسم بالله إنها كيوت وربي كيوت. شكرا. قلت يا خلاص صورتها. يقول يقولها لازم نطق مع بعض ماتش ماتش. جذبتني اشكالها، ذات دي مرة حلوة. جاية ابي نفس هذه بس للاولاد، بس مو لاقية. يلا تسكن. انه دي انه كلها بنك او ازرق، بس ما في، بس عادي 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 عادي. اللعبة طيب ما عليك من نظافة، اللي كنت تتربى نكتب عادي. هذه كنت اخذها وانا صغيرة. طيب كان يجي معاها شجر كذا ومدري كيف، مرة كنت احب الحيوانات وانا صغيرة. فتسكن يعني كبرت صرف حياتي حقيقة، فلا تلعبون في الحيوانات عشان ما يصيرون في حياتكم. لون السماء حلو. ارميها هنا. والله شو تجي على صوتك. نطبطع. يلا. وريني شكلها. ها؟ بس. طبعا ما في غير مشي. هاي. وصلتني هدية كمان جديدة.
وصلتني. شكرا تيرف. فجأة قالت له جبت لك هدية، جبت لك هدية ثانية. جابت لي سناكات وجابت لي ذي، اقسم بالله انها عسل، ورب عسل. انا اشتريت ذي طبعا كهدية، وبرضو معها لبس انه مرة كيوت. ده واحد، وكمان ده الثاني. انه صيفي حسيت كذا مرة كيوت. حتكون هدية مرة حلوة. كنت باخذ واحد بني، بس اختي قالت انه الاسود يكون احلى، فماني عارفة انه كهدية مولود انه شي بسيط يعني، فحسيت انه البني احلى، بس اسود مع انه من جوا بيج او بني، بس انه ما ادري، بس يلا يلا اتس اوكي. طبعا ذا المتبقي من كيكة الميلاد، طبعا لانه شغلنا نجوم الليل فانحرقت من فوق، مسكين والله عيونه انحرقت ذا، بس اتس اوكي سوينا رايحة ننظف، اهم شي النظافة. وطبعا لانه اخر يوم في الديرة اتس اوكي مرة ما يحزن، مرة عادي، مدارس جات مرة عادي. تخيلوا ان ذا هدية قديمة مرة من اختي، تمام ما ادري كم لها سنة، ممكن 6 أو 7 سنوات، فأنا باقي محتفظة فيه والله، لأنه مرة أحبه، بس محتفظة فيه هنا، ما أدري أحس بطني بهذا المكان، وربما مرة أحسه كيوت. طبعا من إلى 6 أو 7 سنوات لازال كيوت، والله حلو والله، أو أكثر أتوقع بروح أسأل أختي، لأنه من زمان مرة هدتني، أنا مرة حبيته لأن اسمي كذا ونصر، يا الله مرة أحب النصر، بس مرة حبيته، وراح أسألها متى هدتني عشان أعرف متى، أتوقع أكثر من 6 أو 7، ممكن 2014 2015 في كذا، أنا مرة من زمان، بس مرة أحبه. هاي للمرة ما أدري كم، بس بعطيكم توصية مرة حلوة، ذي القهوة مرة حلوة، ألذ أمريكانو تجربونها، طبعا أغرف، بس مرة لذيذة وريحتها تسطول، ريحتها تجنن أقسم بالله، ومرة لذيذة. اسمها ليجند أو ليجند ما أدري، بس قهوة فيتنامية، بس أقسم بالله لذيذة. جربوها. طبعا ما ادري وين تكون متوفرة كثير، فاحيانا انا اروح نفس الاماكن اللي كنت تكون فيها متوفرة ما الاقيها، واجلس ادور فترة تكون مقطوعة وفترة ترجع فترة تنقطع، بس ما ادري في نفسها امريكاني وفي فيتنامي، في فيتنامي بلند، بس ذي ألذ، جربوها اقسم بالله مرة حلوة. ولا عليكم من الحواس اللي ورا ولا شيء، قلت بنظف وما نظفت، انا قالب لا فعل اقسم بالله، استغفر الله، لا والله انا قالب فعل، بس والله نظفت شوي وتعبت، انا خلاص يعني ايش انظف، قال انه تجي العامله العصر وتنظف واحنا صباح وانا بسوي قهوه، فقلت خليني اروق يعني، كل البيت نظيف بس المطبخ شوي انه مو مرتب، الكاسة اصغر كاسة حجمها لو اكبر شوي احلى، بس يلا عادي، اهم شي انه قهوة اروق، والله مرة قلت فاخر ظرف ذا عندي، قلت يلا دام اخر يوم في الديرة خليني اسوي القهوة كذا واروق وصحصح حركات،
طبعا بعد ما نام اخواتي عشان ما نتهاوش لانه اخذ ضرب، يعني ليش نتهاوش؟ بس والله ايوه على مقدار المويه. واحدة من اخواتي تقول لا غلط وما ادري كيف، قلت لها حياتي انا ما يمشي عندي غلط مو غلط، اهم شيء ايش الطريق اللي احس انه تطلع طعمة تطلع حلوة، هذا المهم انه صح والله. فانا بجلس ما ادري انا اطفش، فالطريق اللي ابغى اسوي فيها القهوة سويت كل يوم بطريقة عادي، كل يوم كمية موية على حسب اليوم. أبو قهوة كثير كثرت، أبو قهوة قليل قللت، ما نفس الظرف المسكين مرة كذا ومرة كذا عادي. أصلا كنت بسويها أمس، لا مو أمس، الفجر اليوم قبل أختي تسافر. طيب فقبل أختي تسافر كنت بسويها بس ما سويتها، كنا نلعب اون وكذا وهرجة ومدري كيف وكذا ولعب، فراحت عن بالنا القهوة انه قلت لها ناخذ ظرف عندي، ما ادري سمعتني ولا لا، بس يلا تسكيها من نصيبي. اصلا من نصيب ريحتها يا جماعة تسطل اقسم بالله، يعني مطمنة كل اللي في البيت نايمين بس حامل الريحة بصحان. اخر ظرف انتو تخيلوا، اخر ظرف اخر قهوة نجلس نشربها، انتو تخيلوا اخر ظرف اخر قهوة نجلس نشربها ثلاثة وبس الكاس المسكين الغريبان، المفروض يكون من نصيبي يعني نحط عليه ثلج وصير ايس، المفروض يصير من نصيبي صح؟ فعشان كذا انا انتظرت ينام اصلا ما ناوي، نروح نتخبى ونشرب القهوة واحنا متخبيين. تخيلوا اشتريت ذا، ايس بس انه كذا يعني انه مو ايس ايس هذاك اللي يجي يعني كذا ما ادري كيف، لا كذا متجمع تحت، شلون بحط عليه القهوة؟ كيف بحط عليه القهوة يعني؟ يلا بحاول تجربة خير برهان ربي، بس لا ما بحطه هنا لأنه أحس ذا خفيف ما يتحمل الحرارة معي. يوه اللي طاحت اتسكي معي هذا الفزع، أخذت قهوة من رو مرات بس يلا مرة حلوة، فقلت يلا خليني انا صرت زي الامهات انه ليش ارميه استفيد منه، والله ففعلا والله استفدت منه بستفيد منه الحين على طاري الامهات والاشياء اللي ما يرمونها ونستفيد منها وما ادري كيف، والله احس اني صرت شايب متقاعد في البيت، صرت اطفي اللمبات انام بدري ما ادري كذا، ما احب الازعاج اصدع على طول من اي صوت ازعاج، صرت كمان نفس الامهات لا لا ترمي لي هاتي انا اعرف له، والله كذا ما ادري هذا وانا في العشرين صراحة، كيف لو بدخل الثلاثين بخرف؟ اوه ماي جاد لا، عشان تعرف ايش كنت اقصد لما كنت اقول صغير. اتعبى طيب شوفوا اتعبى وباقي ما كملت تقطيرها، يا ويلي صدق بلش، يلا عادي الحياة رايحة عندي كلها عادي، لكل مشكلة حل لكل مشكلة حل صدق، بدور لحل
هذه البلشة. هذه البلشة. خليني لك إياها. هاجل. فرشت. ما يذوب الثلج بسرعة. الله لي يوفقك صب. الله يوفقك. لا تبلشني. ذوب 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 يا حمهلك ذوب. يما 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 ايش في ايش في ايش في ايش في حبيت قاعد يذوب. انت اصبر هنا. أصغر من ذا الكاس إلا ذا الكاس. يا ويلي أبلش. يمطر وإحنا رايحين عند جدتي. أمي تقول يلا تخلصي تجهزي. ليش ما تمكيش تحت المطر؟ ليش ليش يعني؟ فيلا اقسم بالله ولا شيء بيثبت. بس يلا عادي عادي. والله ها ولا فوت الجو. وقالت واه مغرب بنتي برا. رحت دخلت البيت. يعني مغرب وين برا شو اسوي فيها يعني؟ اوكي اوكي. امي امي تفتح الشباك تخاصم ما تفتح الباب. ها تراني انحبست. من احد ينحبس في الشارع؟ والله احسن انحبست في الشارع. الباب الثاني فاتح بس لا. والله لي ما يصلحون. كيف الجايين ضيوف يعني بدقوا الباب ما حد يفتح؟ اكتشفت انه ما حد يفتح الباب الا انا. طب ولي خاصمتني مع الشباك دامها ما بتفتح لي الباب؟ ايه حين متكي على التيك توك. اوكي الغالية. أمي سويت خمير. أقولها بتقول لي حق جدتك. طب أنا بنتك. لا أمها ولا. إيه هين يا عيالي رجعوا. ما في ولا شيء لهم. كل شيء لجدتهم. بصرفت شعري أسرع شيء. شو زوي فيه؟ المشكلة إنه كيرلي ولا عندي ولا منتج. كلهم ما جبتهم. لا ومستحيل أشوري عشان المطر. It's okay. عادي. انتبه انتبه. بسم الله تكاتف الله. لعبنا لعبة باور وجالسين نلعب. بس انا ماني فاهمة فيها شيء. بس لازم نتعلم. طبعا خلاص ماشيين. صح اني ما طولت كلها يومين بس مرة كانت حلوة. خسرت اشيائي. واضح انه جيتوا هي نحيفة صارت كذا عندها يومين بس امتلت اشياء كثيرة. بس مرة عادي والجاية ان شاء الله اطول فيها اكثر.